السلام، عزوين كلاتهم. كاين اسمي فاطمة المدن، اللي حي منطقة ينسقيل، منطقة الورقان، منطقة مرقان. محمية المحيط الحيوي لشجر الأرقان، هذه المنطقة التي تغطي حوالي 2.5 مليون هكتار تحتوي على تراث عالمي فريد، شجرة الأرقان. ولذلك فإن هذا المحيط الحيوي بفضائله التي لا حصر لها والتي اعترفت بها اليونسكو في عام 1998 لأنها تعتبر موقعا ثقافيا وتراثيا وطبيعيا. إن محمية المحيط الحيوي لشجرة الأرقان مهمة لكونها درع طبيعي يحمي جنوب غرب المغرب من التصحر، كما أنها تشمل عناصر عديدة من التنوع البيولوجي التي تشكل مصدرا هاما للثروة الاقتصادية التي تساهم في الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتنمية المستدامة على الصعيد المحلي بصفة خاصة.